لو رحنا لبعض الحاجات من المنتخب هنلاقي محمد مجدي قفشه نشر صوره مع احمد رفعت من معسكر المنتخب، صوره جميله جدا وهم كده في لحظه استراحه، ده بالبيجامه وده بالتريننج. محمد مجدي قفشه مع احمد رفعت من معسكر المنتخب القومي، صورتين كده حلوين بصراحه ومعبرين وفيهم شيء من البهجه. وكمان قفشه النهارده ادى تصريحات لموقع فيفا، من المهم جدا بالنسبه لي كلاعب ان اضع بصمه في كل بطوله اشارك فيها، واحاول باقصى ما لدي ان اساعد النادي او المنتخب من اجل تحقيق الانتصارات، وهذا هو الامر المهم فقط بالنسبه لي. لقد سجلت اهدافا مع النادي الاهلي في دور الابطال ومع المنتخب في تصفيات كاس العالم وتصفيات كاس الامم، واليوم سجلت هدفا في كاس العرب، ده يقصد اللي هو الهدف الوحيد في لبنان. العام الماضي لم اسجل في كاس العالم للانديه، ولكن اتمنى ان يحالفني التوفيق في هذه النسخه. ركلات الجزاء مع المنتخب بصراحه لا اعلم السر وراء هذا الامر، وهو توفيق غير عادي بصراحه. شخصيا اتمنى ان نحصل في كل مباراه على ركله جزاء وان نسجلها، سواء كنت انا المنفذ للركله او حد غيري من اللاعبين، لانه لا يهمني سوى تحقيق الفوز مع المنتخب، سواء كنت انا صاحب الهدف او احد اخر من زملائي. وده اللي خلى المباراه بتاعت النهارده بتاعت غدا السبت المنتخب امام السودان يكون ليها طابع خاص وطابع مهم، ويتمنى أفشأ التسجيل فيها.